شكرا لجميع المتحدثين والشكر موصول لكل المشاهدين. سيبقى الختام مفتوح مع الزميل تمام قبل أن أسمع قصيدة وقراءة لسيف. تفضل علي. طبعا قصيدة للشاعر الحبيب صباح العتابي. تحياتنا. تحياتنا الصباح اللي يمكن أول رثاء يكون على جبار رشيد. فهاي القصيدة من يعني من كلمات شاعر صباح العتابي. يقول: ريض ريض يا محنة ناسنا الفقرة، وانتدب المثلك كسرته كسرة، عفتها منقب الحيطان والصحبان، ويدمع الزلم ما شدت الغترة. يا جبار الهلي والملقي والضحكات، يلي معلمنا ناخذ عصدك شمرة، يا تارس روحنا بطيحتك رايح وين؟ أود أنت الحنين وتنكر العشرة. الله الله. يا لي 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 بدمعي حاجي، وقل له واي باجي. يا ليل بدمعي حاجي، وقل له واي باجي. تحلالي على الغالي، ودر الدمعة مو عين، وش عنده وبشدة يركض جاي نشيل. دمعة طلاب وتطلاب، أبد ما شفت أسد بابه، ليموت من البكي معذور، مني فارق أحبابه، للي يعرف شنو اللي صور عازتها عازة. الله. ثقيلة وتهدم الحيل مثل شيل الجنازة، مثل شيل الجنازة. يا ريح وديني منهم حتى لو صوت، ما تدري بلي فارق تعم عيونه ويموت. طول هجرهم وقولي اتجيباتي، يموت سفرهم الأحباب التسافي. الله الله عليك.